هل الدين يمنع من الحج؟ نعم. إذا كان خروج هذا إلى الحج يؤدي إلى نقصان الدين فهذا لا يخرج من الحج لأنه غير مستطيع يعتبر، حتى لو أذن له صاحب الدين. مثال هذا الأخ عليه دين، بس الله سبحانه وتعالى يقضى عن شأنه، عليه دين وأراد الذهاب إلى الحج، أخذ دين من هذا، فالآن هذا قال أذنت لك أن تذهب للحج ولا إشكال في أن تأخر عن الدين. نقول لا، سفرك هذا يؤدي إلى أن تتوقف عن العمل؟ قال نعم، أنا أعمل بيدي حرفة، ليس عندي راتب، حرفة أعمل، وإذا خرجت للحج أتوقف عن هذا العمل. نقول أنت الآن سفرك هذا يؤدي إلى نقصان سداد الدين فأنت غير مستطيع، لكن لو ذهب للحج حج صحيح. الثاني بعض الناس يعمل في وظيفة ويسد الدين في كل شهر من راتبه، كما يعني في شراء السيارات، أحيانا اشتري سيارة بالتقسيط أو منزل، نحن لا نتكلم عن شراء السيارة بالتقسيط، المهم عليه أقساط شهرية للسيارة، وراتبه في كل شهر ينزل ويخصم منه مقدار السيارة. فهذا عندما يسافر للحج يأخذ إجازة من العمل، هل يؤدي هذا لنقصان الدين؟ لا، إذا يسافر ولا إشكال في هذا. بعض الناس يطلب منه الخروج كالإمام مثلا، طلبوا منه الحملة قال تخرج معنا ونعطيك راتب، هذا يؤدي إلى سداد الدين وزيادة، يخرج؟ يخرج نعم. أو قالوا له تخرج معنا بالمجان ولا يؤدي هذا إلى نقصان سداد الدين؟ يخرج معنا. مفهوم؟